السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا الجزائري. من الجزائر. شو اسمك كريم ان شاء الله؟ توفيق صدوقي. منين خويا توفيق؟ شوي دو بلاباس من العباس. الله يبارك من بلاباس الله يبارك خويا. خويا توفيق شحال كان في امريكا؟ شحال من سنة؟ قريب 20 سنة. الله يبارك خويا توفيق. شفت الشاسترا الفيلم اللي داره النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. واش رايك فيك جزائري مقيم هنا بامريكا؟ النبي اسمى واعلى بان احنا باش ندافع على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دافع عليه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. سو احنا الديوتي تاعنا احنا الواجب تاعنا كمسلمين ان الاخلاق تاعنا هي اللي ترد عليهم. لازم تكون اخلاق حميده واخلاق والصفات اللي وصى عليها النبي عليه الصلاه والسلام حتى من الاعداء، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال له الله عز وجل: وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذه حتى مع الكفار. الكفار يوم ما ضربوا النبي عليه الصلاه والسلام في الطائف، إن الله عز وجل بعث له الملكين الجبال، قال: لا مرني يا محمد، لا أطبقن عليهم الأخشبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم ذرية تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأن هذون الجهال ما يعرفوش قدر النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرفه احنا. ما هو العمل احنا اللي نقوم به؟ أن احنا نرد عليهم بالخلق الحميد وبالدعوة إلى الله عز وجل على الطريقة اللي لعبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المعاملة الحسنة. لأن هادو الناس جهال في الدين، سموهم ignorant، واحد اللي يكون ما يفهمش قدر حاجة، ما يستطيعش يعطيها القيمة تاعها. وحنا كمسلمين نعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، حنا فيه ناس أنهم ردوا على هذه الطريقة بطريقة بشعة، قتلوا الناس أبرياء. حنا ماناش هنا نخافوا منهم ولا حنا نخافوا من الله عز وجل، ولكن لازم نعاملوا النبي، لأن السفراء أصلا في الإسلام لا يقتلون. صح سيدي. سو هادو الرفلي تاعهم هما كمسلمين اللي داروا على هذه الطريقة هي طريقة غير صحيحة. أنك واحد دار، لأن الله عز وجل قال في القرآن: ولا تزر وازرة أخرى. واحد يدير ذنب وواحد آخر يخلص في بلاصته. صح. ما كايناش. كاينة أن حنايا لازم حنا نوريهم الصفة الحميدة تاعنا، وهي المعاملة الحسنة والدعوة إلى الله على الطريقة اللي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا توفيق. آخر سؤال يا توفيق، باعتبار معرفتك الجالية المسلمة والعربية هنا في أمريكا. نعم. هل شفتهم داروا يعني عمل مفيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أم يعني ما رأيك في العمل اللي قاموا به؟ العمل المفيد هي الرد، هي الإنكار، الإنكار من القلب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ثلاث مراحل. أنك تنكر تأمر بالمعروف وتنكره من قلبك ولا بيدك ولا بلسانك. باللسان هي ليس نصرة، أنك تعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام والصفات الحميدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وباليد أنك تكتب. ولكن أضعف الإيمان أنك بقلبك تنكر هذا القول البشع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قريش قالوا فيه شاعر مجنون، وقالوا البعث في الله عز وجل، قالوا في الله عز وجل، قالوا شا قالوا على الله عز وجل، قالوا: يد الله مغلولة، إن الله غني ونحن إن الله فقير ونحن الأغنياء. ولكن هذه أمور سارية على المفعول، هذه من يوم خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله عليها. كاع الحاجة الصحيحة الناس ما يبغوهاش، والحاجة الغلطة الناس يتبعوها. أما الإنسان ربي سبحانه خلق هذه الدنيا ليميز الخبيث من الطيب، والرد على هاد الناس ترد عليهم ولا ما تردش عليهم، ان المسلمين اولا انهم خاصهم يصلحوا انفسهم. اول حاجه المسلمين هما اللي لازم يقوموا بالعمل تاعهم. حنا بدينا نشوفوا في الناس راهم يقولوا علينا، لان حنا ما عطيناش القيمه الصحيحه للاسلام. حنا كسفراء في بلدان الغرب ما مثلناش الاسلام احسن تمثيل، لان باش تقيم نتايا في دول الغرب وامريكا لازم يكون عندك الصفات الحميده، وانت حتى مسلم يجي هنا يضل مجمع في القهوه والهضره والقير والقال. صح. انت احنا كجزائريين هنايا لازم نعرفوا بالثقافه تاع بلادنا، نعرفوا احنا شكون الجزائريين. كاين ربما ناس ما يعرفوش الجزائر. انت مسلم، مسلم ويخون نورمالمون؟ لا. صح. مسلم وكذاب ما كايناش، ما تجيش. الاسلام لازم عنده واحد الصفات، كاين واحد الاخلاق يتصف بها المسلم. خاطش هنا ثاني هذوك مشاكا امريكان تخدم عندهم، من يشوفوك مسلم ومقيم على حدود الله وتتبع الاسلام تاعك يبغوك ويحترموك. بصح لا مسلم وعندك دوبل ايدونتيتي حتى واحد ما يديها فيك. بارك الله فيك خويا توفيق، والله احسن اجابه لغايه الوقت. بارك الله فيك. كاين حاجه باينه، انسان الدين تاعنا سبحانه ربي قال في القران، هذه ربما وخليها تسمع، الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكرى ونحن لحافظون. ربي هو اللي يحفظ الدين، ماشي حنايا. حنا لازم نخدموا باش ربي يرضى علينا. توفيق، اخر سؤال نسالك خويا، كمسلم هكا جزائري مقيم بامريكا، كي يشوفوك الامريكان ملتحي هكا وتقيم الدين تاع هكا، كاين بعض الناس يشوفوها بغرابه. يعني شوف، يعني ما هي صعوبة أن تكون مسلم في بلاد أجنبي كما أمريكا؟ صعوبة هي أنك إنسان، أي صعوبة أنت تقدر تردها سهلة بطريقة النظر، كما تشوف أنت للمشكلة لك كبيرة وتقدر تصغرها في النظر تاعك،
ربي يسهل لك امرك ويخرجك منها بسهوله، ولا حاجه صغيره وانت تردها كبيره دير مشكله لروحك وديرونجي ديرونجي روحك غير في راسك. بارك الله فيك. شوف اي حاجه في الدنيا كيما انت تاخذها، صحيح. شوف الطريقه اللي تاخذ انت بها، الا كانت مشكله ايمونس حاجه كبيره وانت باغي تردها زعما حاجه صغيره، بينك بين الله عز وجل ودعي ربك وخدم انت من قلبك باش تنصر هذا الدين حتى ولو كلمه طيبه. هذا الدين ربي سبحانه ما ينظرش الاعمال للصور، ينظر للقلوب والاعمال تاع البشر. صح. عكس البشر تضيف انسان ضمن فيه انت الشر، هو انسان ان الله يعلم ما من التقى، التقوى يعلمها ربي سبحانه ماشي الانسان. ولكن اونتر بارونتيز لازم كل مسلم يعرف باللي عنده مسؤوليه على العاتق تاعه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بلغوا عني ولو ايه، كلمه واحده. كي تصاحب قاوري ولا امريكاني ما تكذبش عليه وتقول به، كي تصاحبه عرفه باللي انت مسلم، ماشي يسموك محمد تسموك مايك، صح، ولا سموك داوود ولا سمني ديفيد باغي تهرب. من بعد هو كي يمرق بيك ويعرف باللي كذاب باغي يحتقرك، يحتقر حتى الدين تاعك. صح، بارك الله فيك. يعني انك وكيما نقولوا احنا اخر الكلام ختامه مسك، ان خليهم يقولوا ما قالوا في النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام اعلى واسمى درجه من ان يقولوا فيما قالوا. ربي سبحانه يوم القيامه يعلم لان قليل منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. بارك الله. وربي ان شاء الله يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب. وربي ان شاء الله يصلح بلادنا الجزائر باش نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. امين يا رب. بارك الله. الله يبارك فيك خويا. بارك الله فيك. الله يسلمك. غادي نبدا بها ونكمل بها. بارك الله فيك.